نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة مع أخبار المحافظات واللي شهدت مجموعة من الأنشطة والفعاليات. البداية مع محافظة الفيوم اللي أعلنت إجراء قرعة علنية ل 30 سيارة ميني فان للقضاء على الزحام داخل المحافظة و 125 سيارة على مختلف الخطوط في جميع أنحاء الفيوم. وفي أسيوط تم إطلاق مسابقة لاختيار أفضل قرية ومركز وحي ومديرية خدمية وأفضل فريق مجتمعي. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. محافظة الفيوم أعلنت عن إجراء قرعة علنية ل 30 سيارة ميني فان بتعمل في مركز ومدينة سنورس و 125 قرعة ل 125 سيارة على مختلف الخطوط في جميع أنحاء المحافظة. ووضعت المحافظة عدد من الشروط لمن يرغب بالدخول في القرعة لهذه السيارات اللي هيجري التقديم ليها إلكترونياً اعتباراً من أول أغسطس القادم ولمدة 15 يوم. من بينها أن تكون السيارة موديل 2021 وما بعدها، وألا يتم التنازل أو بيع السيارة قبل مرور 3 سنين على الترخيص، وأنه يجوز استبدال خط السيارة بخط آخر. أعلنت محافظة أسيوط أيضاً عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل قرية ومركز وحي ومديرية خدمية وأفضل فريق مجتمعي، وده تحت مسمى بنكمل بعض، واللي بتنظمها إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة بهدف رفع الوعي والتكاتف بين الجهات التنفيذية وكافة أطياف المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة. أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر الانتهاء من صيانة خط مياه الكريمات وإعادة تشغيل الخط، وأشارت الشركة أنه تم تصليح الكسر بخط مياه الكريمات المغذي لمدينتي راس غارب والغردقة وإعادة ضخ المياه للمدينتين. في الشرقية أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي على إجراء عدد 3211 عملية قلب مجاناً لجميع الأعمار، شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى الغير قادرين بقرى ونجوع محافظة الشرقية من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة. أعلنت محافظة المنيا تحصين 104 ألف رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلعية والوادي المتصدع، وبتأتي الحملة في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة اليوم الحد في منطقة شارع المدير، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. كمان أعلنت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا واللي بتشمل درجات الماجستير والدكتوراه لأول مرة، وهيتم قبول طلبات التسجيل ابتداء من 1 أغسطس 2024 حتى 15 سبتمبر 2024 في الأقسام العلمية.